اليوغا هل هي رياضة روحية أم شعيرة دينية؟ اليوغا ليست فقط ممارسة بدنية بل هي وسيلة لتحقيق ما عليك من هذا الخرط كله. هذا اللي يروجون إلى اليوم نوادي اليوغا، لكن أصل اليوغا شيء مختلف. هي مو رياضة روحية بل هي شعيرة هندوسية، ومثل ما صرح الكثير من رجال الديانة الهندوسية، Yoga is not spiritual. Yoga is ritual. One of the important truth you have never been told is yoga cannot be separated from Hinduism. إنه ليس بالإمكان فصل اليوغا عن الهندوسية. وترجع أصل اليوغا للآلهة شيفا الملقب يوغي شيفا، أي رب اليوغا، وتلقى اليوغا شعيرة في أهم الكتب المقدسة عند الديانة الهندوسية. اليوغا حسب الإله شيفا هي أن تدرك نفسك الإله شيفا والعياذ بالله. ومذكور في كتبهم أن كريشنا هو أحد الآلهة الهندوسية اللي كانت تدعي الناس لممارسة اليوغا، وكذلك مذكور أن اليوغا أهم الشعائر لنيل الخلاص والارتباط المباشر بالآلهة يوغا حسب معتقدهم. وهدف اليوغا الأساسي عند الهندوس الاتحاد مع البراهمان واللي هو أحد الآلهة الهندوسية في معتقدهم. مختصر الكلام، حسب المعتقد الهندوسي هاي الشعيرة هي بأنك تدرك نفسك الإله شيفا. واليوم قاعد نشوف انتشار نوادي اليوغا في مجتمعنا بدون ما يعرفون أصل الموضوع شنو. واني علي عبد الله ويلا دقيق.